الأمير شركة أمير الأمراء، وإلى كل من يهمهم الأمر في البلاد من قضاة وقواد ومستشارين. قبل أن تبزغ شمس اليوم استيقظ مولانا الأمير من نومه كعادته ليستقبل يوما جديدا في حكمه السعيد. لم يتناول طعام الإفطار ولا طعام الغداء، لذا ومن أجل ذا قد اجتمعتم جميعا كي تتعاونوا في إيجاد حل سريع لإزالة هذه الكآبة التي ركبت مولانا. فإن فعلتم شكرتم، وسيكتب لكم التاريخ أعمالكم المجيدة بمداد من نور. عفاك الله يا مولاي الأمير، أنا كنت شاعر إن مولاي الأمير مزاجه متغير من ساعة ما تشرفنا بطلعته البهية في الصباح. ربنا هداني بمهرج لطيف ودمه خفيف وبيقول نكت هتخلي مولانا الأمير يضحك ويفرفش ويسعدنا زي عادته. نادي على المهرج اللي برا. انا هسمح لك تقول نكتة واحدة بس، النكتة دي لازم تضحكني مش كده؟ هتضحك قوي يا مولاي. ان ما ضحكتش هقطع لسانك. يلا قول ضحك. مرة يا مولاي واحد راح السوق يشتري معزة، وهو ماشي في الشارع قبله راجل فقي، قال له رايح فين يا قفص؟ قال له رايح السوق اشتري معزة. قال له خيامك الله، قول ان شاء الله. قال له ان شاء الله ليه؟ الفلوس في جيبي والمعيز في السوق. خد بعضه وهو ماشي، قابلته معزة لطيفة ظريفة، راحت غمزاله بعينها وبصله بنص عين كده وقالت له ما سايبها وماشي. وراح في قلب السوق دور على قلب المعيز، فضل يدور في وسط المعيز كان ماني لقى معزه لطيفه ظريفه، فضل يقلب فيها عجبته، حب يشتريها، حط ايده في جيبه ودور على الفلوس، لا ايده نافد على الفاضي يا مولاي. خد بعضه وهو راجع، وهو راجع برضه قابله الفقي، قال له كنت فين يا قفص؟ قال له ان شاء الله راحت الفلوس. وبعدين النكتة خلصت يا مولاي. تضحكوا عليها يا كدابين يا منافقين. انت هقطع لسانك علشان تبطل تقول نكت بايخة. في عرضك يا مولاي، اسجن بلاش تقطع لساني يا مولاي. عيب عيب، انت بديك اليوم لما تقدم لسانك علشان مولاك. فين الاخلاص؟ فين المحبة؟ فين الوطنية؟